أسعد الله مساكم مشاهدينا وين ما تواجدتم، وحياكم الله في برنامجكم اليومي والمنوع من مساء الفجيرة. بالتأكيد عندنا اليوم العديد من المواضيع اللي راح تهمكم وأكيد تنال على إعجابكم، ولكن بداية أمسي على زميلتي المزون. مساك الله بالخير. حياك الله، مساك الله بالنور والسرور. يا مرحبا الساعة، شحالك؟ عساك طيب. الله يسلمك. ومساكم الله بالخير مشاهدينا، ومساكم سعادة وراحة بال، وحياكم الله بحلقة جديدة من برنامجكم مساء الفجيرة. طبعا مثل ما قال أخوي عمر، إن شاء الله هالفقرات اليوم راح تعيبكم وتشد انتباهكم، ركزوا ويانا. بالتأكيد نحن مزون طبعا في هذه الأيام اللي مضت شهدنا بطولة ومسابقة خلينا نقول جميلة، وهي عن الخيول العربية. صحيح. مسابقة جمال الخيول في إمارة الفجيرة. فبالتالي موضوع حلقتنا لهذا اليوم راح يكون عن الخيول العربية، وهي الخيول العربية من سلالات الخيول الخفيفة في العالم، وهي تابعة لمنطقة الشرق الأوسط، وأيضا تتميز برأسها المميز وذيلها المرتفع، وهي أيضا واحدة من أقدم سلالات الخيول في العالم. فالأدلة الأثرية ترجع أصول الخيول العربية إلى 4500 سنة، وأيضا نشأت على يد البدو في الجزيرة العربية، ومن ثم انتشرت في باقي بلدان العالم، أما عن طريق التجارة أو الحروب، كما تستخدم للتناسل في السلالات الأخرى لتحسين قدرات تلك السلالات، أيضا على الصبر والدقة والسرعة، وتمتلك عظاما قوية ودما عربيا أصيلا، لذلك تعتبر الخيول العربية الأكثر حضورا حاليا في سباقات ركوب الخيل، وأيضا في معظم دول العالم مثل أمريكا وكندا وبريطانيا والبرازيل وأوروبا. أما عن دولة الإمارات، فتنظم دولة الإمارات المسابقات السنوية لجمال الخيول العربية طبعا بجوائز قيمة، خلنا نقول المزون بأشياء قيمة، وخلنا ناخذ قدوتنا في هذه الرياضة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الله يحفظه. ولكن بداية مشاهدينا أرحب بضيفي المميز لهذا اليوم سعود، حياك الله. أنا أقول عنك الفارس سعود. تقريبا نورتنا. ممكن الفارس. بالتأكيد نحن نتشرف في تواجدك اليوم، وأيضا راح نتعمق وياك بالحديث عن الخيول وجمال الخيول، ولكن نحن مجهزين لك تقرير، راح نطلع إلى هذا التقرير مشاهدينا وبعدها متواصلين. الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. لا شك أن الخيل من أجمل المخلوقات الحيوانية التي خلقها الله، فهي تابعة لمنطقة الشرق الأوسط، والخيول العربية تتميز برأسها المميز وذيلها المرتفع، وتعتبر بذلك واحدة من أكثر الأنواع السهل التعرف عليها عبر العالم. فالأدلة الأثرية ترجع أصول الخيول العربية إلى 4500 سنة على مر العصور. انضباط هذه الخيول جعلها تعتبر من أقوى السلالات في مسابقات الفروسية والعديد من المجالات الأخرى، وهي واحدة من أكبر 10 سلالات الخيول الأكثر شعبية في العالم، حيث تتميز ببنيتها القوية والدم العربي الأصيل. يعتبر في أعلى درجات الأصالة من حيث جمال الشكل الخارجي، روعة في التناسق والانسجام، مربع الشكل، وكأنه خلق خصيصاً ليركبه الفارس. كما يوحي بالأصالة والرشاقة، متجانس مع العنق وبقية الجسم، وهذه الميزات الخاصة به تزيده رونقاً وجمالاً. المهر، عيناه كبيرتان واسعتان تشعان بالحيوية، جلده شديد النعومة، أما ظهره غني بالعضلات، والصدر الواسع يشير إلى سعة رئته، وبالتالي زيادة قدرته على تحمل التعب. الحصان العربي عنوان الشجاعة، يملك قدرة هائلة على المقاومة والاحتمال، في الوقت ذاته شديد الاعتماد على نفسه، ولا يتطلب مزيداً من العناية والاهتمام، فهو يتحمل الجوع والعطش بشكل مذهل، كما يقاوم الحر مهما اشتدت درجتها. كما قال الشاعر المتنبي: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.
ورجعنا لكم متابعينا من بعد هذا التقرير الجميل. أنا صراحة أنا استمتعت بهذا التقرير، مسابقة جمال الخيول في مدينة الفجيرة وايد جميل صراحة. بالتأكيد هذه بطولة الفجيرة الدولية في طبعا جمال الخيول، لو حضرتيها المزون راح تشوفين فعلا الخيول تتميز بجمال رباني وجمال صج تتحفل العين. جمال عربي. ولكن في هذا الحوار وفي هذا التقرير لدينا الفارس سعود علي صقر، أحد أبرز الفرسان الذي يقومون بتربية وترويض الخيول لهذا اليوم، وأيضا طبعا وهو من إمارة الفجيرة ومن الساحل الشرقي، يعني أنت تعتبر تتميز في هذا المجال. حياك الله من جديد ونرحب فيك في مساء الفجيرة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أشكركم على استضافتي في هالبرنامج، و إن شاء الله راح نستفيد منك في أشياء تخص الخيول. أتمنى. إن شاء الله. بالتأكيد سعود، إحنا راح نبتدي معاك في بدايتك بتربية الخيول وترويضها. بدايتي هالشيء، هاي هالهواية أخذتها يعني من عمي. من أجدادي. أخذتها وأنا تقريبا عمري 13 سنة، أخذت هالشيء. من كبر طبعا ويا لين ما شاء الله علي يعني استفدت اكثر، طلعت وخذت معلومات وخذتها لين ما صرت انا روحي يعني القدره على هالشيء، والحمد لله الحين الحمد لله. متى اول مره ركبت خيل؟ اول مره والله ما اذكر، لكن من يوم صغير، وانا صغير. المهم اول شيء طحت ولا ما طحت؟ اول واي لا اول ما ركبت، اول ما ركبت، اول ما ركبت لا ما طحت، لان شيء واحد ماسكني الخيل. انزين، شوفي الطيحات مبينة عليه اصلا، ما شاء الله عليك. الله يعطيك الصحه والعافيه، طبعا الاصابه مبينه هنا عليك. لا عادي يعني تعودت على هالشيء. هذه من الخيل بعد صح؟ نعم. يا سلام. طبعا هذه طبعا رساله تتوجه لبعض الهواة والمبتدئين في هذه الرياضه، انه لازم يكونون مع اشخاص عندهم القدره في ان يقدروا يسيطرون على الخيل. اكيد، ومرات قدر الله ما شاء فعل. صح. يعني ما من الفارس، من الخيل نفسه. صح. يعني اذا كان منزعج من شيء ولا شاف شيء، يمكن الفارس يعني ما يقدر حاط بباله في هالشيء. صح. قدر الله ما شاء فعل يعني. صح. زين، مثل ما نقول الطيحه هل خلتك توقف ولا خلتك انت تمارس هالشيء وترجع وتثابر؟ لا بالعكس، يعني ترى الفارس متى يصير فارس الا لما يتعور ولا شيء، هني يعني يحس نفسه يعني. صح. لا القدر اكثر. بعض الناس من اول ما يعني اذا ركبوا الخيل وتمرسوا وحبوه، يمكن من اول طيحه خلاص يخافون منه وما يرجعون مره ثانيه. نفس بدايتي انا، يعني بدايتي اوكي شوي ابعد الخوف يعني شوي ابعد الخوف، فجاه يعني تعورت من الخيل، سبت الخيل خلاص خف ابتعدت فتره، وبعد من اول جديد رديت مره ثانيه شوي ليه ما خلاص ظليت يعني ويا الخيول وايد يعني. زين سعود، انا بصراحه بروح في اتجاه ثاني من كلامنا شوي، ان بعض اللي يركبون الخيل يعني اجسامهم احسهم يعذبون الخيل ما يركب، يعني تشوفين واحد وزنه فوق ال 100 وبعده يكون راكب فوق الخيل، والخيل مسكين يا الله يشل بعمره. فانا اشوف ان هني الفارس لازم يكون بنيه جسمه مناسبه لركوب الخيل حتى اذا كان بيشارك في سباقات. هل هي فعلا هذه مهمه ان الفارس يهتم بجسمه برياضته حتى كشخص؟ اكيد هالشيء، يعني تقريبا ما يزيد وزنه عن 100 تقريبا اقول لك للسباقات، اما اذا اكثر عن 100 مثل ما تقول كتمشيه كهوايه يعني تربيه ف مب للسباقات مب لها. للسباقات تحتاج مواصفات معينه، لياقه اصلا. نعم، مواصفات معينه مثل الوزن. الحين طبعا سباق القدره الوزن ما اكثر، ما يعني اكثر عن 70 كمثال. جميل. اكثر عن 70 ما يقدر يشارك، ما يقدر يشارك بالسباق. جميل. تقريبي خبرنا شوي عن ترويض الخيل، انت تروض خيول. نعم. كيف تسوي هالشيء؟
تروض الخيول طبعا من البدايه اول شيء الخوف. تبعد الخوف عن الخيل. الخوف اللي بالخيل تبعده. وعقب يعني تاخذ منها الثقه. زين لو نتساءل كيف نقدر نسويها؟ نبعد من الخيل الخوف ونخليه يثق بالفارس اللي راح يكون معاه. باهتمامك. اول شيء الاهتمام. يعني تكون اهتمامك زايده بحيث الخيل يحس. وتبعده عن شيء ينزعج منه. واذا تبي تعود على الشيء هذا لازم تدريجي. صح. والمكان في اشياء الخيل ما يحبها. المكان ياثر. ياثر. فلازم تبعده. ليه ما تعوده يعني مثلا شوي شوي عن الاشياء الباقيه. وتبدا اول شيء الاهتمام، ثاني شيء ترويض السرج. تركيب السرج واللجام السرج على ظهر الخيل. تعود على هالشيء. بيعاند وياك لكن تدريجي. وبعد السرج هو الدوران. الدوران مع السرج يتعود تقريبا. طيب على حسب. لا زين احنا سعود لو تكلمنا ونقول مثلا لو كنت انا حاب اني مثلا امارس هذه الرياضه، كم يبغي لي من المده عشان بتقول انا قادر على ترويض الخيل واقدر اني امارس هذه الرياضه بكل اريحيه واني اكون بعد حتى الخوف عن الخيل هذا؟ اول شيء تبعد الخوف اللي فيك. اللي فيني انا. الخيل يحس. يحس. اول شيء تبعد يعني الخوف. حتى لو هو مثلا كان من برا عنه مثلا يبين على نفسه انه انا مو بخايف بس هو من داخله خايف، يحس الخيل؟ يحس الخيل. يا سلام. يعني اول شيء الخوف. ثانيا تكسب ثقة الخيل، نفس الترويض. اذا تبغى تتعلم. شيء مهم ان الواحد يكون حتى مع الحيوانات قريب منهم ويفهمون عليه. تحسين بقدرة عجيبة. تواصل. صح؟ انك تتواصل معاه بالفعل. اي نعم. زين لو نتكلم مثلا حتى لما الخيل خلاص انت قدرت تروضه وهو يقدر يتواصل معاك ويتلقى الاوامر منك ويعني خلينا نقول صار من الخيول المميزة، كيف تتكافئه؟ طبعا في مكافآت للخيول، انا اللي اعرفه في النوق يحطون الزعفران ويحطون الاكل ويحطون هالاشياء. انا مكعبات الشكر. هي والخيول يخول الخيول نفس الشيء ولا تفرق؟ لا لا الخيول بعد بس ما تعطي اي شيء ياثر. مثل شو؟ مثل لازم الجزر. تعطي الجزر، تفاح، شيء سكر. يا سلام. مكعبات شكر. هي عندك خبرة ما شاء الله. يمكن نصغار كان الخيول الخيل يعني السكر من ضمن الاهتمامات. السكر. السكر انا اول مره اسمع هالمعلومه بصراحه. احنا كنا نحط هذا الكرتون اللي فيه المربعات الشكر مال الاول مال شاي وعلى طول قبل ما اصير عنده اول شيء اعطيه شكر عقب اصير عنده. زين يعني ولو سكري ولو ظليت مثلا لو ظليت يوميا على هالحال ظليت لفتره معينه خلاص بيعرف زي ما زين. يعني من توصل مثلا الاسطبل يحس انك جاي. يا سلام. انزين بعيد عن هالشيء، شو الاشياء اللي تزعجه؟ الاشياء اللي ما يحبها؟ يعني مثلا عرفنا الاشياء اللي يحبها مثلا الشكر وهي الاشياء الاهتمام. تزاحم. الاصوات. الاصوات العاليه مثلا. هي الاصوات العاليه. مرات كثره الخيول. ينزعج. على حسب الخيل. مزاج الخيل. يا سلام. زين سعود لو نتكلم شوي عن بطولة الفجيرة لجمال الخيول، شو كانت بالنسبة لك؟ شفت بعض العروض اللي انعرضت في هذه البطولة؟ هي نعم. انت لك اهتمامات بجمال الخيول ولا اكثر في يعني في السباقات وفي هاي؟ الاكثر في السباقات. لان في ناس ترى تختلف اهتماماتهم. صح. اهتمام السباق عن اهتمام. صح. جمال الخيول. في جمال في سباقات فلات ريس. في القدره. سباقات القدره. وفي قفز الحواجز. جميل. انت عندك مشاركات شاركت فيها في سباقات ولا بعدك في كنت مختص في الترويض فقط ولا لا؟ لا بعدني مختص في الترويض. جميل. ما وصلت عندك يعني
مثل ما نقول نظرة للمستقبل انك انت ان شاء الله راح تشارك في سباقات وكذا؟ باذن الله ان شاء الله. دائما انا اشوف بصراحة انتشر المزون وسعود انتشر وايد الاشخاص اللي يركبون الخيل يعني ولله الحمد. هذا طبعا تحفيز من قيادة الحكيمة في دولة الامارات وماخذين القدوة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، دائما هو المركز الاول في سباقات القدرة وحتى بسباقات الجمال ما شاء الله عليه، دائما عودنا على المركز الاول، فحتى الشباب والشابات الاماراتيات قاموا يركبون الخيل، حتى انا اشوف انتشار عند البنات اكثر. ترى هذا السؤال اللي بساله، دخول البنات في مجال ركوب الخيل هل انت تشوف تنصح فيه ولا ما تنصح فيه؟ لا بالعكس، ممكن ان هي تدخل وتشارك وتاخذ مراكز. هوايه ديمقراطيه تقدري. لا ليش لا. المراه قلت لك امس حلقه كانت كلها زين، ما قلت انا قلت يعني لا تحاول. زين سؤال الحين، اذا الشخص كسر حاجز الخوف، من يعني من ما يكسر حاجز الخوف كم يبالي لين ما يقدر يركب خيل بروحه؟ تقريبا 3 شهور بالكثير، 3 شهور على حسب الشخص. إذا كان شيء مصمم وشيء. لا إذا كان مصمم خلاص يمكن ما الشهر وشيء. جميل. عقب شهر وشيء إن شاء الله بتشوفني فارسة. شهر وشيء. زين من وين بتجي الخيل؟ وين منها. نقدر؟ شيء يعني أظن نادي فروسية في دبي ما شاء الله عليهم. لأن أكيد يعني حتى هني في الفجيرة وفي جلبة وفي الخور أكيد في ناس يهتمون في هالشيء، فأنت وين تنصح؟ وايد يعني. اسطبلات الفجيرة يقدرون فيه يعني دورات تدريبية وكل شيء حق اللي حابين يتدربون فيه، لهم دورات متخصصة. والله بصراحة يعني ما أعتقد هي يعني الاسطبلات بشكل رسمي، لأن هني في المناطق الشرقية ماشي يعني ما عندنا مدرسة صح يعني نادي فروسيه بالفعل حسب اي حد يشترك ويتعلم من هالشيء من هالهوايه، لان اكثر اغلبيتهم صوب الشارجه ودبي صح. طبعا ان هي اسطبلات الفجيره اظن هي مخصصه للي يمتلكون الخيول ويقدرون هني يمارسون فيها بعض الرياضات، فبالتالي انا بتجه شوي للامراض اللي ممكن تصيب الخيول وكيف نقدر نحميها من هالامراض. طبعا في امراض جدا خطيره وحساسه على الخيول ولازم معالجه بشكل دوري، فنتكلم عن هذا الجانب شوي. الامراض مثل المغص الجهاز الهضمي، مثل المغص وسببها سوء التغذيه. ممكن نعطي شيء ما يناسبه مثلا للاكل مثل ما قالت اختنا السكر ولا، لكن مو باي شيء. وعندك الربو العلة المستع، حتى الخيل في ربو. هالمرض علة مستعصية يعني علاجه صعب زين. حتى المغص علاجه صعب ولا عادي؟ المغص لا المغص تزيد يعني علاجه سهل، تغير لكن وتعدل من التغذية يعني ما يحتاج إبار ولا دكتور يكون مختص. لا بنفس الوقت يحتاج هي يحتاج الدكتور. جميل يا حليلة، كسر خاطري الخيل إن شاء الله ما يستوي فيهم شيء. إنزين كلمة منك كفارس إنك توجهها للشباب اللي مهتمين أو حابين إنهم يركبون خيل أو يتعلمون لكن مثلا متخوفين، كلمة بس توجهها للشباب. بالعكس أتمنى لكل شاب وكل شابة أن تدخل يعني تدخل في هالهواية، فهاي الهواية جميلة والواحد يعني وايد يستفيد من هالشيء. الله يوفقكم جميعا. فطبعا كلمة من الفارس السعود أن اللي حاب أنه أو عنده فكرة أو عنده هواية أنه ممكن أن يحب الخيل، خلي يبدأ بأول خطوة ويسير ويشارك ويتجرأ ويكسر حاجز الخوف، وإن شاء الله نشوفكم كلكم فرسان وفارسات على مستوى الدولة وترفعون اسم الدولة الإمارات العربية المتحدة. طبعا نشكرك الفارس سعود جزيل الشكر على وقتك معنا ويعطيك الصحة والعافية. وأشكركم بعد استضافتي في البرنامج واستفدنا منكم كل الشكر لك. نحن استفدنا منك معلومات ثرية أعطيتنا إياها، وأظن للمشاهدين بعد أكيد استفادوا الكثير، وللي حاب أن يمارس هذه الرياضة فكل الشكر لك، وأيضا إن شاء الله يكون عندنا لقاءات ثانية وياك بإذن الله. يعطيك الصحة.
طبعا مشاهدينا نطلع وياكم على فاصل وبعدها نواصل مع فقرة جديدة من فقراتنا. شوفكم.